ابنك الناس اللي جايين دول؟ انت مالك يا اخي؟ لا يعني بسأل، فيهم ستات حلوين زي كده؟ وافرض ان فيهم حلوين، انت جاي تخطب ولا تخدم؟ محسوب. انت غلباوي قوي يعني. افندم. اهلا ابن حميدو، ازيك يا سي حسن؟ ايه بتوقفنا علشان ايه؟ عاوز تفتشنا ولا ايه؟ لا 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 يا ابن حميدو، ما كنتش اعرف انكم فيها. لا والله فتشني فتش يا سيدي. معلش حقك عليا، مش قصدي، ده انتوا ناس على راسنا. لا والله فتشني فتش. اتفضلي يا مدام اطلعي. معلش يا ابن حميدو، الراجل ما كانش واخد باله ان احنا اللي راكبين. اهو ده اللي كان ناقص، تجيش تفتشنا احسن. ما قلنا معلش بقى يا ابن حميد. والله شيء يجنن. لا لا لا، تعالى هنا جنبي، تعالى يا سيدي. انا مع السلامة يا ابن حميدو. اهو ده اللي كان ناقص، تجيش تفتشني. لا والله تعالى فتشوش. عيب يا مدام، ده احنا بقالنا 12 سنه رايحين جايين في السكه دي. احنا بنتبهدل تفتيش لما نيجي نعدي لوحدنا. الناس ما همات. حصلت البركه. عارف. اهو ده اللي كان ناقص، كنت تعالى فتشت احسن. الله، انتوا اتأخرتوا كده ليه؟ يا ستي كل نقطة يفتشونا ربع ساعة. ها؟ مساكين. ليه؟ انتوا ما تفتشتوش؟ بشر، بصي، شايفة دول؟ ابن حميدو، حسن. الله، فين حنف أمال؟ كان مشغول النهاردة وبعت الجماعة دول بدال. ودول اللي ما بيتفتشوش؟ ابدا، يعني هيخدمونا من كل ناحيه. تبقى عال قوي. نزلوا الحاجات من العربيه والخيمه الكبيره علشان تنصبوها. ايه رايك في لاتانيا دي يا ابن حميدو؟ شجره موز يا ابني، دي كبيره قوي، دي طرف الخيط، خد بالك منها كويس، هتوصلنا لكل حاجه يا رب. ابن حميدو، ابن حميدو. اهو. اهلا وسهلا. لو كنت لقيتك بتستحمى مع البنات كان يبقى نهارك هباب. هو ده معقول؟ هو انا ليا بركه غير حميده؟ اقعدي. ايه اللي جابك يا عزيزه؟ بشم الهوا. ليه؟ مفيش هوا عندكم؟ اصل الهوا هنا رايق. يعني الهوا اللي رماكي؟ فشر، ده بعدك.